النقاط الثابتة للتلقيح بالمراكز والمستشفيات الطبية بمدينة روسو حريصة على تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية التلقيح. تمر عملية التلقيح عبر مخطط معد من قبل الجهات الصحية العليا في البلاد، وتطبق تلك الإجراءات على كل الأشخاص الذين جاءوا لأخذ اللقاحات. رئيسة نقطة التلقيح بمستشفى روسو جارية أمادو سو تقول إن عملية التلقيح هنا تمر بتسجيل الملقحين في السجل، كما يتم تصوير وثائقهم في الحاسوب وتخزينها قبل أن تتم عملية التلقيح. الإجراءات نفسها يأخذ بها المركز الصحي بمدينة روسو بشكل مضبوط ومنتظم. أنا ولا عندي أورغانيزاسيون يوم، الصباح طلعنا ويتر، مساء اللي طلعنا ويتر، أنا اشترينا الناس فر، روانا العليات في الزر، درنا رجالة في الزر، ندخلهم دو ليزوم دو توني كلهم في الزر، سافا لورغانيزاسيون كامل سا سي بيان باسي، الحمد لله. وتقوم اللجان الطبية بهذه المراكز بأخذ معلومات الملقحين كي تكون ضمن الرقم الوطني الإجمالي للعملية التلقيح. بالنسبة للتزوير اللي شيعوا عن بطاقة عنهم ينصبوا بسكانير وعن يقوموا واحدين ويزورهم إياك يقدروا يسافروا بهم شراء أي بلد، هذا ما يصح. بين انت بعد قاعد عن بلد منين تجي مباشرة همك تسافر، الرقم اللي مديور بطاقتك يطلع هوك على الوزارة ويطلع عند محلات السفر كامري. بالتالي لين تجي للمطار وتجيب واحدة مزورة لي خرسوا كانوا نفس الاسم كانوا طالع هوك عندهم ولا ما هو طالع، منع لا يشق بحد راسه بتزوير تاغت. على مدى أسبوع كامل سيتلقى المواطنون شروعات اللقاحات الثلاثة وفقا لإجراءات العملية وطرق سيرها، وذلك للحصول على بطاقة التلقيح الشخصية التي تحمل علامات نوعية الجرعة. تواصل الطواقم الطبية عملية تسجيل الأشخاص الذين أخذوا اللقاحات هنا في هذا السجل خوف تضرب المعلومات الخاصة بوثيقة اللقاحات. لقناة الموريتانية محمد بلال من وسط المركز الصحي بمدينة روسو.